مرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، قناة الشعب، قناة صوت لمن لا صوت له، قناة المظلومين وفضح المستور. واليوم أول خروج إعلامي لحسان ولد القنيطري من بعد ما الفيديو اللي كان راش حال هذه ديال أنه متهجم على مرات الراجل، وكل شيء كيتهمو بالخيانة، كيتهمو أنه تهجم على ديك المرأة. أسئلة ديال الدكاليين وديال جميع يعني الناس اللي تفرجوا في هذاك الفيديو غتقال اليوم عبر لايف حصري عبر قناتكم قناة الشعب قناة شوف تيفي. اليوم معنا حسان ولد القنيطري 6 سنوات اللي غادي يشرح لنا التفاصيل شنو طرا شنو كان ديك اللحظة شنو كاين. تفضل السلام عليكم. انا خويا كان طاري لي واحد المشكل، كنت مخاصم مع داك الريال، انا كنت مخاصم مع واحد فيهم خاصم، نادى خويا انا غادي للدار عندنا جي للقرنا، هما دايرين لنا مع ماشي وحدين دايرين لنا معاهم، جاو خويا هبطوا بكريموجينات. قبل ما تمشي حسن آه. كان عندكم شي مشكل على شنو؟ ما كانش عندي مشكل، انا مضارب معاه هو وشحال هذا كان عندي مخاصم معاه. بحال تقول كانوا بيناتكم شي جاب تصفيات حسابات. تصفيات حسابات شحال ياك، مشى هو جمع لي عصابه، راه معروفين هذوك العصابه بلا ما نجبد سمياتهم. هزوني دابا انا مضروب راسي ومضروب بالسيوان ومضروب كليموشين وجهي، هزوني دخلوني للدار ديالو، قال لي انا داخل لي على مرتو، واش انا غندخل لي على مرتو؟ باش الناس يفهموا. بالتفاصيل وبشويه باش الناس يعرفوا شنو كاين. خطوه بخطوه، امتى ضربوك؟ كيفاش هزوك في الطوموبيل؟ هزوني اخويا بالليل باش الناس هما يعرفوا انا راه ما داخلت لا شي سيده، ما داخل عليها صحه. الناس ماشيين غالطين كيسحبوني انا كنشد الدريات صحه ولا شي حاجه. بنادم باش يفهم انا ما داير لي والو، واش هو ضيع لي السنين دارت لي من عمري انا، 6 سنين باطل ماشي على باطل. ولا باطل ماشي على السنين، تعيش من الله والله ما نسمح لهم حتى لعند الله سبحانه بالله. تلعب الله ياخذ الحق، واش عدوا عليهم مضروب راسي ومضروب بالسيوف كليموجين، وهم ما هضروا معاهم والو، حتى واحد ما هضر معاهم مخزن هذا تاع واحد، قال لهم صافي شفت شو راهم مواطنين لاحوني في لاب لاحوني في الكوميساريه. ما خصناش نديروا واحد الفيديو، دايرين لك فيديو وكيعايروا فيك كيسبوا فيك، وانت ديك الساعه كامل مضروب. انا مضروب دماغي اجوا كيعايروا فيا وهم مع 12 واحد محامي عليا اخويا زيني في طوموبيل مدخلين وكيصوروا زعما اني داخل على مرتو. والبوليس واقفين جيت لي حي صداعي واحد حي لي شعبي، حي شعبي بنهار كاش واحد يدخل على مرا بنهارو، واش انا ندخل على مرا؟ اه راه مدوز انا الدريات اخويا، راه مدوز قيامه ديال الدريات، فين غندخل على هذيك المرا؟ هزوني دخلوني للدار، عيطوا البوليس انا مضروب كيضربوا فيا الداخل. اش دير تعيشهم الله ياخذ فيهم الحق اخويا، انا ما داير لي معادي لا معادي مرتو، انا كتشوف لا كتدخل لي على مرتو ولا شي حاجه. عديت الموتور هذا انا بغيت شي شي تسيس شت اش كتقول في هادشي ملي هذيك الساعه؟ ومرتو عضت فيا هي اخويا، قالت لي ما راه داخل عليا عضت فيا، وانا تعيش الله ياخذ فيها الحق. راه الناس شت ام الوطن ديال جديده، راك عارفين كل شيء، شي وحده من وطني عارفين كل شيء عارفينه. انا راه مظلوم، كاينين شي دراري بوليس كيقولوا لي في نظر لراسي هاد المويز ما عمرو ما فهمتش ما هبط لا في نسيني هزنا مضروب مغيب بلان هزونا باللي داونا السبيطار عاوتاني وجو حضروا معايا المحكمة شادوا فيا الزور اخويا الزور شادوا فيا السام الراعي السام اللحيل الساعة قال لك ولد القنيطري داخل عليا كنهضر معاه قال لك اسكت علاش انا هاد تحت عندي صوابع اخويا مادي كاين اختي السام عندي صوابع موتي وعندي موتي شنو وقع لك فد الموتي في دلوقتي صاحبي حسن قبل من هادشي ديال اللي وقع لك في الدار هذا المشكل اللي قلت لك عندك قبل ديال الاغتصاب، يعني شنو وقع لك فيه؟ يعني شنو وقع لك فيه؟ ما وقع لي والو، هذاك كانت معايا واحد الدريه مصاحبه معايا وهادو صافي راه مشات بالكازا واحد الدريه من تيبل الجديده. يعني هذاك يعني هذيك المدسجنيه عرفتي راسك علاش مدوز؟ لا الحم والدي انا ما مدوزش شي حاجه اللي حق حق شي حاجه. انا ما مدوزش عليهم. عرفت ديال الاغتصاب صافي ونضربوا رجع خصك نضرب دابا ما بقاش نتخاصم موال. وجبت اخويا طونوبيل ديال عصابه اخويا هزني طونوبيل. وكون درت انا داك الشيء راه كون قتلونا جابوا لي فريده يشيلوا فيا المخزن اخويا عطاو لي الفلوس انا مقود عليا المادي بيكوا عليا الفلوس هاد الواكل بيكوا عليا الفلوس لا بيدون شوف شوف انا ما كنقولوش بالعكس ما كنقولوش هاد الشيء حسان درنا معك واحد لايف مؤخرا وقلت بان شي وحدين كيجيبوك دريات باش يسايلوك شنو واش طاحوا على ديك النقطه النقطه هي اللي دابا هاد النقطه هذه اللي طاحت فيها باش يعاودوا عاوتاني حق اجي عندك الاغتصاب شحال هذه اجي دابا هاد النقطه هذه
وانا بدابا غنزيدو ليا شي دريون يدبروا عليها 40000 100000 منهم غتمشي عندهم ويقول لهم شوف راه الشغل في ولد قنيطره شدني ودار ليا ودار ليا ودار ليا وراه من عايش ولد كبير انت خويا قداج عندك مونتيف ديالك؟ عندك الصوابيق اخويا راه كنهضر على الشيء كنلقى بلا راسي اه دخلنا لك بالله اخويا المهدي انت المهدي غنخرجوا للشارع غنجيبوا حنا دريين ونوقفوا دريه غنعطوها 40000 60000 ونقول لها شوف غتقولي غتقولي غنشربوا لك حوايجك غتقولي غتمشي غتقولي غتقولي اخويا بزاف ما بغيتيش تقول لهم الهضره يعني انت ولتي خايف على راسك خايف على راسك اخويا المهدي كتدخل معايا لجمعة السعود ما بقاش كنشرب ما والو اخويا ما عادش اخويا المشاكل هذيك المدات اللي دوزتيه هنايا هنايا هنا راه ضيعوا لي السنين من عمري ما دبرش على راسي ما والو وكل شيء دبر عندي دويل هذا السنيريق انا راه كاري مقود عليا دابا وكنت حاسب مع الوقت انا في مرسى انا في قيامة انا باش نصوت انا خويا ما كاينش اللي عقل عليا شانا راه خويا ما يعقلش عليا خويا ولا خوتي ما يعقلوش عليا علاش لا يا باش نفرج اخويا دوق شادي اه يعني باش حتى الناس يعني يفهموا شنو كاين شنو هي الرساله باش وجه الناس ديال القضاء والناس ديال الامن الوطني واحد الرساله سليمه باش تما يعني يفهموا شنو واقع لك دابا الامن الوطني الشكر ديالهم انا كنشكر الامن الوطني وسيد حموشت وعاش محمد السادي باش يعرفوا ما غلط ديالهم باش يعرفوا انا ما كنت حتى شي جريه انا ما كنتش يدري السحق بنادم ماشي غاطي حاجه تفكير من بالو واش بنادم ديما دير فكها يا خويا المهدي انا ما فهمت غادي دير فكها حلوا لي داك النهار موطور غيقتلوني خويا انا بغيت الحمايه ديالي شنايا راه عندي الصوابيق اخويا المهدي راه شي دريه تقول لي موت عليا دري دير لي دير لي بالدربه غيجيو لي عندك تقموتي انت وختي صافا دير لي ما غيزوقش حتى واحد اخويا حنا اش غنقول لك دوز بحال شموشري راه هادشي اللي كاين وضيعوا لي السنين من عمري اخويا المهدي السنين دعت لي من عمري السنين باطل اخويا ضرب شاب وتبنيت مقود عليا ضربتها شي واحد ما عقل عليا ما كان كيجي جي عندي حتى واحد راه كنقول لك واقع انا السمع الرجال مع ولد كازا اسمع قيامه اسمع انت رسالتك هي اخويا انا طالب السلامه بنادم وانا طالب السلامه اخويا من الامن الوطني ديال الشديده وسيد حموش وعاش المالك وعاش محمد السادي اه يعني نتايا بقيتي باغي والو الا السلامه ديالك اه الله يرحم لك والدي ما غاش السلامه اخويا صدق الله 200 درهم 6000 كنت جاي حالها مرته غادي بحالاتي مشتوني غادي ما كنديرها ما كنتخاصم واحد غادي انا بعت اخويا السم بعيد خرجت من الجديده باش انا مقدم ليا بحال هكا اش كاين انا في الجديد واش شفت ليا الصحه كنديرها انت ليا ان شاء الله معايا دابا ندور انا وياك نعمر لك كاميو للدريات تحب الدار وتحب الدار ومش تحب الدريه دابا اش نمشي انا وياك نتبوكسو وندخل انا في المدينه ونتفرج وتشوف اه شحال من دريه نصيد ونقول تعالى شوف راه عمر راه الباطل اخويا المهدي راه الباطل بزاف راه حشومه راه الله غيخلص ان شاء الله كاع هذوك اللي غيتقيان ديالهم حتى عبد الله سبحانه هذا غيخلص يعني يعني كما شاهدتوا معنا مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي قناه الشعب هذه كانت هي تصريحات ديال حسن والقنيطري من بعد ما وجهوا لي اتهامات كثيره كنتمنى من الناس ديال رجال الامن الوطني والناس ديال القضاء انهم يحاولوا يلبيو يعني الطلب ديال حسن والقنيطري ويحاولوا انهم ما يبقاوش يديو على نظرا للسوابق ديالو بطبيعه الحال لانه ولا انسان مسالم ولا كيخدم حالنا طيبه في المرسى يعني ولا واحد الانسان اللي خدام بدرع بطبيعه الحال وبذلك مشاهدينا متابعين قناه شوف تيفي تلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امن الله الى اللقاء.